إقليم كردستان العراق شهد في الفترة الحالية العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك فإن كردستان حاليا تشهد أزمة مياه قد يكون لها عواقب كارثية بسبب تغيير مجرى الأنهار المغذية لأنهار الإقليم وإقامة السدود على المصادر المائية من قبل إيران وتركيا بحسب مسؤولين. الجمهورية الإسلامية في إيران غيرت مجرى النهر اللي دا تغذي نهر سيروان وسد دربندخان، وهذا يؤثر سلبا على كمية المياه الدافقة من الإيران. هناك مخاطر من إنشاء السدود في إيران وتركيا على المصادر المائية في إقليم كردستان والعراق بشكل عام، وهذه يؤدي إلى تقليل المياه اللي تصل العراق أو إقليم كردستان. فمفروض على الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أن تتحرك باتجاه منع تقليل جريان الماء أو وصول الماء إلى الإقليم والعراق بشكل عام. وعلى عدم وجود محطات لتصفية المياه في السليمانية قد يكون ذو تأثير بالغ على كمية ونوعية المياه التي تصل للمواطنين وفقا لمختصين. مصادر المائية في كردستان وبسليمانية أكو مصادر جوفية ومصادر السطحية، مياه السطحية، لكن الأسف هنا هو عدم تواجد المحطة لتصفية المياه واستعادتها وإرجاعها لاستخدامات أخرى، لذلك هناك مشكلة في كمية ونوعية المياه الموجودة داخل سليمانية. معظم الأنهار التي تمر عبر كردستان العراق تنبع من تركيا وإيران، لذا فإن أزمة المياه المحتملة تسببها بشكل كبير السدود الواقعة خارج حدود الإقليم. لهنا بغداد، عباس الأركوازي.